السلام عليكم إخواني وأعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناة أوميغا. الآن إخواني التلاميذ مع الفقرة الثانية من درس حركة مستوية، حركة قذيفة في مجال الثقال. رأينا في الفقرة السابقة شروط البدئية، وقلنا أن هذه الشروط تتعلق بالحالة المدروسة، ورأينا كذلك تعبير متجهات التسارع، ورأينا المعادلات التفاضلية. سنتمم دراسة الدرس على شكل أسئلة. إذا السؤال السادس هو اعطي تعبير معادلة المسار. نحن لدينا الحركة تتم وفق المحورين او اكس و ايغريك. إذا نريد معادلة المسار، بمعنى نريد ايغريك بدلالة X وتسمى بمعادلة المسار. بنفس الطريقة نجد هذا المسار، نقول لدينا حسب ما سبق المعادلتين الزمنيتين للحركة X G دو T تساوي V0 cos ألفا في T زائد Y G دو T هي ناقص 1 على 2 G T أو كاري زائد V0 سينوس ألفا في T. إذا كيف سنحصل على معادلة المسار؟ هنا لدينا المعادلة 1 وهنا المعادلة 2. كما قلنا للحصول على معادلة المسار يجب إقصاء الزمن T، لأننا نحن نريد Y بدلالة X وليس هناك زمن، والباراميتر الذي ربط X و Y هو الزمن. إذا للحصول على معادلة المسار يجب إقصاء الزمن T. إذا للحصول على معادلة المسار يجب إقصاء الزمن T. لماذا؟ لأننا نحن نريد Y بدلالة X، والبارامتر الذي يجمع بينهما هو T. إذا للحصول على معادلة المسار يجب إقصاء الزمن T. نقصي الزمن T من المعادلتين 1 و 2. كما ترون أن المعادلة 1 بسهولة تعطينا T. معادلة 1 لدينا XG دو T تساوي V0 cos ألفا في T. إذا هذه المعادلة تعطينا بسهولة T. إذا ماذا يكافئ؟ يكافئ أن T يساوي XG دو تي فقط بالاختصار على V0 cos A. إذا المعادلة 1 أعطتنا تعبير T، نعوضه في 2، نعوض في 2. إذا لدينا Y G دو تي، وبما أن T بدلالة X ستصبح Y دو X، أي لدينا Y دو تي و T بدلالة X، إذا نحصل على Y دو X. إذا نعوض فنجد ناقص 1 على 2 G T أس 2 هي XG على V0 cos ألفا أس 2 زائد V0 سينوس ألفا في T. نعوضهم V0 نعوضهم XG على V0 cos ألفا. إذا نبسط، ناقص 1 على 2 G X أس 2 على V0 أس 2 cos أو كاري ألفا زائد، نختزل V0 مع V0 ونعلم أن السينوس على الكوس يعطينا تانجنت. V0 مع V0 نختزل، سينوس ألفا والكوس يعطينا التانجنت مضروبة في XG. إذا نبسط فنجد، إذا تساوي ناقص 1 على 2 جي تصبح في البسط
جي على في زيرو او كاري كوس او كاري الفا مضروبة في المعامل اكس جي او كاري زائد تانجنت الفا في اكس جي. وكخلاصة كتعبير اخير نحصل على اكريك جي دو تي ماذا تساوي؟ تساوي ناقص واحد في جي هي جي جوج في زيرو او كاري كوس او كاري الفا مضروبة في اكس جي او كاري زائد تانجنت الفا مضروبة في اكس جي وهي معادلة المسار. اذا كان السؤال تحديد طبيعة المسار، حدد طبيعة المسار. كما ترون ان هذه المعادلة إكريك دو إكس، كما ترون أن هذه المعادلة إكريك دو إكس تكتب على شكل إف دو إكس أ إكس أو كاري زائد بي إكس زائد سي، وتسمى هذه المعادلة بمعادلة شلجم، معادلة شلجم كما رأينا في السنوات الماضية. عندما نمثلها نحصل إما على هذا المنحنى أو هذا المنحنى حسب الحالة المدروسة. إذا طبيعة المسار، المسار شلجمي، المسار شلجمي لأنها معادلة شلجم. لماذا؟ لأنها تكتب على شكل AX كاري بلس BX بلس C. AX A هي هذا المعامل و B هي التانجنت ألفا زائد X. إذا هذا فيما يخص معادلة المسار. إلى هنا إخواني وأعزائي التلاميذ تنتهي فقرة الثانية من درس القذيفة، فما عليكم إلا مراجعة هذا الدرس، ولا تبخلوا علينا باشتراككم في القناة وإبداء ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وشكرا وإلى اللقاء.